مصطفى الكاظمي، الا مصطفى الكاظمي، سووا بالمحل مالتنا. الا قائد القوات المسلحه. جمد يعلقون صوره على هذين ما خليناهم، مال ياسين الايثاوي. جمد يعلقون صوره، شوف سووا بالمحل مالتنا. اذا انت شريف طلع لنا حقنا. قتلونا انا واخوتي، ذولا واحد وهذا واحد. شوف المحل سووا بي. موبايلات. الا مصطفى الكاظمي، يعلقون صوره، هنا قلنا لهم ما نريد اي مرشح لان حاطين غراضنا. قتلونا شيتوا علينا بال 150 واحد. ياسين العيثاوي دار 14 بالدوري. لان حطوا الصوره ما تعرف هاي التيلين جوا المحوله، شباب المحل وخرها من عندهم جمد يحطوها هنا. هاي مناشده من عندنا لرئاسه الوزراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن الاستثمارات الأجنبية في العراق. هناك دول عربية ودول أجنبية تسعى إلى مد خطوط الاستثمار ومحاولة مساعدة العراق على إعادة إعمار البلد، ومساعدة العراقيين أيضا على خفض هذه المستويات الكبرى من البطالة الموجودة في البلاد التي وصلت إلى الملايين من العراقيين. لكن هناك ميليشيات وأحزاب تعوق دون ذلك وتحارب من يسعى إلى محاولة وضع أسس الاستثمار الأجنبي في العراق. طبعا المملكة العربية السعودية حاولت على مرتين، مرة بمشروع زراعي، والمرة الأخرى عن طريق شركة سعودية لمساعدة وزارة الداخلية لتنظيم بيانات المرور والمركبات. هاجمت الميليشيات هذه الخطوة وحاربت هذه المساعي لتنظيم بيانات المرور والسيارات في العراق. زعيم ميليشيا بدر هادي العامري قال إن هذا العقد يشكل خطرا على الأمن العراقي، مضيفا أنهم سيضغطون على وزارة الداخلية لإلغائه. واعتبر رئيس كتلة ميليشيا العصائب البرلمانية حسن سالم أن العقد مع الشركة السعودية يمثل قضية خطيرة جدا وخيانة للشعب العراقي بحسب تعبيره. لماذا تسعى الميليشيات مشاهدينا الكرام إلى محاربة هذه الشركات ومحاربة من يسعى إلى الاستثمار في العراق؟ لماذا فقط يسمح للاستثمارات الإيرانية للتمدد في العراق والسيطرة على المال العراقي وغزو السوق العراقية إن كانت بمنتجات إن كانت بأمور أخرى؟ لماذا إيران لا تعتبر خيانة من حيث التعامل معها؟ لماذا إيران لا تعتبر خطرا على العراق؟ لماذا الاستثمارات الإيرانية مباحة في حين أي دولة أخرى، وخاصة عندما تكون من طرف المملكة العربية السعودية، تكون خيانة كما تصفها هذه الميليشيات؟ هناك موضوع آخر، وهو أعلنت السعودية عن خطط استثمار لنحو مليون هكتار بالقطاع الزراعي العراقي في باديتي الأنبار والسماوة غرب وجنوب العراق، وهذا الموضوع طبعا يوفر آلاف فرص العمل للعراقيين الذين يعانون من البطالة. طبعا حملة قادتها الأحزاب والميليشيات التابعة لإيران في العراق، وتبدو هي السبب وراء إلغاء هذا المخطط وهذا المشروع، حيث أعلنت ميليشيا العصائب والنجباء وائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح رفضها للاستثمار السعودي الذي وصفته بالاستعمار. طيب، بعيدا عن هذه المحاولات العربية أو أجنبية حتى في الاستثمار في العراق، هل العراق بلد مهيأ أصلا لتواجد الاستثمارات الأجنبية فيه؟ هل الأرض العراقية بيئة خصبة لتواجد الاستثمارات؟ لماذا تحارب الميليشيات هذه الاستثمارات؟ لماذا لا تقبل أن تتواجد شركات أجنبية أو عربية على أرض العراق تقدم خدمات فيها مصلحة للمواطن العراقي بشكل أو بآخر؟ نعم، هي ستستفيد بالطبع، كل دولة تسعى إلى الاستفادة الشخصية، لكن في المقابل هناك أيدي عاملة ستحتاج هذه الشركات هذه الاستثمارات، سيكون أبناء العراق هم الأولى في العمل فيها. لماذا تحارب هذه الأحزاب أي خطوة من أجل تنمية القطاع الزراعي، تنمية الصناعة في العراق، محاولة مساعدة العراقيين بشكل أو بآخر، محاولة انتشال العراقيين من هذه البيئة الإيرانية التي أوجدتها إيران في العراق بمساعدة أدواتها؟ معنا اتصال السيد أبو حسن من بغداد، تفضل.
السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رب يحفظك إن شاء الله يا رب. الله يسلمك أخي محمد. يعني هسه إيران يعني مو دولة خاينة للعهد، يعني مو محتلتنا. نعم. صار العراق ضيعة. عجب السعودي، هم يكرهون الإسلام أخي محمد، هم دول العجم يكرهون الإسلام. طيب. حقدهم دفين، ما ينزون العرب يعني يتقاربون بيناتهم. نعم. يعني السعودية شو سويت لهم؟ يعني السعودية في الدولة ما ساعدتها أشو اليمن، سوريا، لبنان، العراق. بس الناس دولة إسلامية، يعني دولة حقيقية. نعم. مو مثل دولة إيران. يعني تساعد وتتقرب البعيد. نعم. هم دولة ما يريدون أحد يتقرب لهم. يودون بس الإيران، لأن هم أبناء إيران، صهيونة إيران، يردون الإذلال للعرب. يعني هسه لو نكون واقعيين، يعني السعودية شنو أذيت على العرب؟ والله العظيم السعودية أحسن دولة عربية بالعالم، يا دولة ما ساعدتها. سيد أبو حسن، سؤال بغض النظر عن من هي الدولة التي تسعى إلى الاستثمار في العراق أو تقديم خدمات في العراق، لماذا هذه الميليشيات وهذه الأحزاب تنتفض عندما يكون هناك طرف عربي في الموضوع، في حين أن إيران تفعل ما تشاء استثمارات وغيرها وكلها تصب في مصلحة إيران فقط، لم تقدم هذه الاستثمارات أي منفعة للعراقيين، لماذا تنتفض هذه الأحزاب ولا تعتبره خطرا مثل ما وصفت باقي الاستثمارات بأنها خطر على الأمن العراقي؟ لأنهم عملاء لها، هم دولة كلهم عملاء أخي محمد. يعني هم جابتهم إيران ودخلتهم بالعراق وسوت لهم قيمة، هم أصلا ما لهم قيمة. يعني هم دولة عبيد إيران، نساء إيران، مرجال نساء إيران. يعني شو يقول إيران صار. يعني حتى أجر في الصخر شبيها. الجيش ما يدعون عوائلها إلا إيران توافق، فدول عملاء إيران أخي. عم السعودية والله تيد الخير للإسلام، دولة مسلمة، دولة انولد بها أعظم خلق الله، ما يأذون أحد. عمي ما يأذون أحد، مرعد السعودية مو زرتها وطحت عمره، بس عمي دولة كفرة، هذول كفرة ما يردون الإسلام ينمو، ما يردون الشعب العراقي يصير يعني بخير. ليش تتحدثون ليش تتحدث هذه الأحزاب بهذه المصطلحات الخيانة والخطر على الأمن العراقي؟ ألم يعني تعد هذه الميليشيات وهذه الأحزاب بحد ذاتها خطر على الأمن العراقي؟ ألم تقم بخيانة الدولة العراقية بتحالفها مع إيران وولائها لإيران؟ ألم تقدم العراق على طبق من ذهب إلى إيران؟ ألا تعد هذه خيانة؟ ألم تقتل العراقيين في ثمانينيات القرن الماضي؟ أغلب هذه الميليشيات أو قياداتها شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية ضد العراقيين، لماذا يتحدثون عن الخيانة وهم الأولى بوصفهم بالخونة؟ هم يعني لا غير إذا واحد يحكي حقيقة، هم دول كلهم خونة. ويعني هسه هذا العامري كان يحارب ضد الجيش العراقي في إيران، وهسه خلوه وزير نقل وخلوه بالميليشيات وما لزه وطار إليه. طبعا ده قدموا له أمور ورفاهية مو يخدم إيران، لا يسوي إيران ربه. عمي هم دول كفرة، ناس بينتمون للإسلام. نعم. ضد العرب، ضد الدنيا، ضد الأرض، ضد الآية الأرض العراقية طاهرة إن شاء الله. يعني هم يكرهون الأرض العراقية. نعم. يعني شايف ميليشيات تحرق الزرع، تحرق الخضرة ما تنزرع عندنا، يستوردون من إيران. نعم. يعني ما في جملة قدرة. طيب أشكرك الله عليهم إلى يوم الدين. شكرا جزيلا سيد أبو حسن من بغداد، ويانا السيد أبو أسد من البصرة. تفضل يا أبو أسد. السلام عليكم، حييك وحيي برنامجكم الشريف. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لميليشيات العصائب وبدر وجماعة المالكي الدعوة، نعم، هذول هم ولاهم لإيران. يعني شترجى منهم؟ يعني سعودية دولة عربية، دولة عجم، دولة إيران عجم، فرس عجم، مو إسلام ترى، مو إسلام، نادرا بيهم إسلام، بس دولة عجم فرس عبادة النار. زين دول الولائين مالتهم يقبلون الإسلام، يدخلون العراق يساعدونه؟ ما يقبلون. يعني شغلة ما تخدمهم. نعم. اسمعني؟ أسمعك. إيه شغلة ما تخدمهم، دولة ولائهم لإيران. سيد أبو أسد، حتى لو صارت استثمارات في العراق،
هل العراق بلد مهيئ لاستقبال استثمارات في ظل وجود هذه الأحزاب الفاسدة؟ لا والله مو مهيئ، مو مهيئ. يعني تجي شركات سعودية تجي هذه، يعني الخطف والقتل يصير ترى بالشوارع. نعم. ماذا أسمعك؟ أسمعك أبو أسد. نعم وياك. أي القتل بالنسبة يصير خطف، دور يساوموهم يهزموهم. نعم. يعني هم منها سرفضيهم إذا حصلت الموافقة وجوي يخطفوهم ويساومون المملكة العربية السعودية بفلوس في تبي يطلق صراحة. طبعا الحكي احنا ضربنا كربا. ضربنا مثال بالسعودية، لكن الكلام يعم على كثير من الدول العربية أو الأجنبية اللي تسعى إلى الاستثمار في العراق. لكن يعني احنا هم نسأل من الجانب الآخر، لماذا هذه الدول تتعامل مع العراق على أنه فعلا دولة؟ ألا تعي هذه الدول حجم خطورة أن تقوم بتنفيذ استثمارات في هذا البلد اللي تسيطر عليه الميليشيات وينتشر فيه السلاح وتغيب فيه الدولة، دولة ضعيفة أمام هذه الأحزاب؟ يعني هم يعني أكو في المقابل وجهات نظر أخرى تتساءل لماذا هذه الدول لا تزال تسعى إلى التعامل مع العراق. والله أنا قايلها مو بهالحلقة. نعم. ألو. وياك. أنا قايلها مو بهالحلقة، ولا هالسنة ولا قبل سنتين ولا يعني من بدأ البرنامج مالكم أنا متابعه. نعم. حرام الدول العربية كلها والإسلامية تعترف بالحكومة العراقية من 2003 لهسه، لأنه مو حكومة، دولة أحزاب وميليشيات جايين يحكمون العراق. حرام يعترفون، مفروض يقطعون علاقاتهم السفارات كلها. نعم. ويخلوهم تايهين يفرون بروسهم. حتى الدول الأوروبية المفروض والاتحاد الأوروبي يقاطعوهم. نعم. على مود ينذلون أكثر بعد، ولو هم منذلين من قبل الشعب مالنا، يعني مو الولائيين، الشعب الشريف التشرين. نعم. اي المفروض الدول العربية تقاطعهم كلهم على مود تبقى بس إيران تساعدهم، والدول العربية تكون أرينها من الله. أنا أساعد المجاهدين الأبطال الذي قاوموا الأمريكان، أساعدهم بالمال والسلاح في سبيل نقضي على دول الخونة. شكرا جزيلا سيد أبو أسد من البصرة. ويانا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين البطلة ومشاهديها. حياك الله، أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ محمد. بالنسبة دور شركة الاستثمار واللي مؤتمر اللي سواه الكاظمي بأريك الأيام، يعني نقدر نقول فد مبادرة من عدة أنه يبين للشعب العراقي أو لنفسه أو لحضرته أو الدول المجاورة العربية بأنه هو رئيس وزراء قادر على حكم إدارة الدولة وإدارة الشعب، وسوف يعني يعمل بشركات تأتي للعراق وسوف يكون لها مكانة وهاي الدول. لكن للأسف الدول العربية يعني اللي يعرفون وضع العراق والسوق اللي قاعد، الخدمات اللي صارت عندنا ما موجودة، خاصة أهم نقطة هي الميليشيات. الكاظم اللي حد الآن ما وضع حل لهم. يعني هنا أوقف وياك عند هاي النقطة. تفضلت في بداية كلامك بأنه هذا الرجل أقام مؤتمر وربما يسعى، بعيدا عن النوايا احنا ما لنا علاقة بها، لكن الأفعال على الأرض، هل تقول هذه الأفعال أو تؤكد أن مصطفى الكاظمي فعلا رئيس وزراء؟ هل هو قادر على تطبيق القانون بشكل صحيح؟ إذا كان كذلك، وين عن الميليشيات؟ وين عن الفاسدين؟ وين عن الانتهاكات اللي دا تحصل في العراق؟ لماذا هو ساكت عن هذه الأمور إذا كان هو فعلا رئيس وزراء له صلاحيات؟ أستاذ محمد، بالنسبة سؤالك جيد جدا. للكاظمي يعني قبل هاي الأمور كنا نتذكر من أحزاب الميليشيات العصابة، وكان حزب الله بقرية البوعيثة اللي كمشهم وتم القبض عليهم من قبل مجموعة.
فمن خذهم بالسجن ووقفهم راسا تلقى الميليشيات بالخضراء افترت عليه يعني الحول الخضراء طوقة الخضراء وصار العلم يعني راد يطبونك احتمال يقتلوه ويحتقلونه كاظم كلهم هددوا الميليشيات بالكاظمي فمن شاف موقفه ضعيف طلعهم والقضاء طلعهم لأنهم ناس فاسدين ما ينقدر عليهم رئيس الوزراء كاظمي أو رأي أي رئيس وزراء بال يعني الحكومات السابقة أو الجاية ما يقدر يسوي شيء لذول الفاسدين والأحزاب لأنه هو إنسان مقابلهم وما يقدر يتنحى عن السلطة لأنه ما عنده قانون لو يتنحى عن السلطة ما يخلي مكانه غيره غيره بنفس الحالة من راح يقول كاظم يسوي هو رئيس وزراء وما يقدر يقدم شيء فيخاف فما يبين يخوف يوم يعني بهاي الحالة بهاي الحالة إذا كان الحكم بهذه الطريقة حكم الميليشيات وقانون الميليشيات والميليشيات تبرأ ما تشاء من أنصارها وفق رغباتها شنو الضامن أنه الشركات أو الدول اللي تسعى إلى الاستثمار في العراق ستكون مؤمنة ستحمى من الميليشيات ولن تتعرض إلى مساومات أو ابتزاز أو مضايقات شنو الضامن إذا كانت الحكومة ضعيفة في الداخل لا تستطيع حتى أن تسيطر على هذه الميليشيات شلون إذن هذه الميليشيات إذا قامت بارتكاب أي انتهاك ضد الأجانب ضد العرب اللي ممكن يجون يستثمرون استاذ محمد بالنسبة كافة يعني الموجودين شركات الاستثمار يعرفون وضع العراق ما بأمان قبلها يعني كان أكو بالبصرة قبل فترة شفتوا الشلق نفسه المستثمر العفو كان رجل يعني الشركات الموجودة شنق نفسه يعني من ضمن هذه يعني قبل أعمال يعني كانت هم كان عندنا قتل ويعني متعومة هذول الأحزاب من يدخلون على الشركات يطلبون من عدة مبالغ تطيل هكا تسمع يلا تشتغل طيب هو الكاظمي يعرف هاي الأمور الدول العربية تعرف هاي الأمور أنت يا الكاظمي أو أي رئيس وزراء إذا ما قضيت على الميليشيات وما قضيت على الأحزاب ما يصير عندك حكم ولا عندك شركة تخطي خطوة بالعراق لأن ما بها أمان من ضمن هذه الميليشيات والأحزاب إذا راد هاي الميليشيات طلعت ورديتها وحاسبتهم حاسب زعماهم يكون لك موقف يكون لك موقف أمام الدول العربية بأنه رئيس وزراء العراقي قضى على الميليشيات وقضى على الأحزاب ويقدر يصير الأمان عندنا هنا بالعراق وتأتي كافة يعني دول الاستثمار وكافة يعني دول الخليج يصير عندها مثل سياحة وسفر للعراق كثير دولة يتمنون يشوفون العراق بوضع يعني الطبيعي ويتمنون زيارة العراق لكن بوجود هذه الميليشيات هذا الموضوع مستحيل أنا أشكرك سيد أبو عمر من بغداد ويانا أحمد من أمريكا تفضل يا أحمد أحمد بس بالبداية نص صوت التلفزيون لو سمحت واسمعني من التليفون أحمد من أمريكا السيد أحمد من أمريكا طيب أنا أشكر أحمد على ما يسمع اللي قلت له عاود الاتصال بنا يا أحمد مرة ثانية لكن أتمنى أنه تخفض صوت التلفاز للأخير طيب مشاهدينا الكرام طبعا مثل ما قلنا أنه ميليشيا بدر والعصائب اعترضوا على موضوع أنه شركة سعودية تتعاقد وزارة الداخلية مع شركة سعودية في سبيل تنظيم بيانات المرور والمركبات في العراق ليش هذا الكلام؟ حنشوفكم حالة من الحالات المأساوية اللي يعاني منها المواطن العراقي في الداخل كل من لديه يمتلك سيارة شخصية سيارة أجرة أو مركبة للتجارة مركبات النقل وغيرها كيف يعانون بسبب فساد المرور الموجود في بعض الجوانب الموجود في وزارة الداخلية كيف يعاني المواطن العراقي من هذه الطرق أو هذه الأساليب الكلاسيكية في الغرامات وغيرها مواطن عراقي فرضت عليه غرامة 215 مليون دينار عراقي هو سائق سيارة أجرة خلينا نشوف إيش قال عام رقم الوالدي كان صاحب السيارة رقم 21119 بغداد إجرة با أنا اللي طلعت عليه الغرامة 215 مليون و40 ألف
من البارحه واليوم هذا حالنا، والحج يريد يموت من ورا سمع بالغرام وقال راح ياخذون بيتنا. اترجاك تسوي لنا حل. يعني 215 مليون دينار عراقي تعادل نحو 140 او اكثر من 140 الف دولار امريكي، في اي مكان في العالم اصلا توجد هذه الغرامه؟ طبعا وزاره الداخليه معروفه في اغلب احيانها هي تابعه لمنظمه بدر بزعامه هادي العامري، وهناك رفض من هادي العامري ويقول بانه هذا العقد مع الشركه السعوديه يشكل خطرا على الامن العراقي. هذا نموذج من نماذج كثيرة يعاني منها المواطن العراقي بسبب فرض غرامات غير منطقية، بسبب هذا الفساد الموجود، بسبب ابتزاز المواطن العراقي، بسبب كثير من الأمور التي تؤدي إلى المضايقات مفروضة على المواطن العراقي من قبل دائرة المرور، وزارة الداخلية، وأمور أخرى كثيرة يعاني منها سائق سيارة، أي سيارة في العراق. ويانا أحمد من أمريكا مرة أخرى. أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أخوي شوف بالعراق أكو شغلتين هي بالأساس يعني هي كل شيء. نعم. السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. واثنيناتهم طيب. واحدة أفسد من الله. نعم. تجي من الرئيس الجمهورية. إلى أصغر موظف الدولة حاشاك كل أكثرهم 90%. نعم. أحمد أنت شلون تشوف الوضع بالعراق؟ مهيئ لاستقبال استثمارات؟ لا طبعا بوجود الميليشيات ماكو أي فرصة واحد يستثمر. مستحيل. طيب إذا أجتي هذه الاستثمارات هل تتوقع أنه هذه الميليشيات ستترك هذه الملايين أو المليارات من الدولارات اللي ممكن تعود على الدولة العراقية بفضل هذه الاستثمارات تتركها للشعب العراقي يستفيد منها؟ اخويا استثمارات ماكو، بس ايران تستثمر بالعراق هذا اهم شيء. العراق او الباقي الدول حشاك نعم ولا شيء، اهم شيء ايران تستثمر، بس خلي ايران تستفاد. طيب ليش هذه الدول رغم انه ممكن تكون اكو فائده ماديه تعود على العراق من هذه الاستثمارات، ليش هذه الاحزاب والموجوده بالسلطه ترفض اي وجود لاي استثمار عربي داخل العراق؟ ما ياثر على استثمارات ايران يا اخي، يعني ايران راح تتاثر اذا تستثمر مثلا معامل او مصانع او اي شيء تجاره. نعم. اي شيء كله ياثر على مصالح ايران بالعراق، شلون راح يستفاد؟ ايران راح تتاثر. وصلت فكرتك. إيران هي أصلاً عليها عقوبات وحصار والأمة مقلوبة عليها. نعم. أحمد أنا أشكر حضرتك، شكراً جزيلاً للمشاركة، وصلت الفكرة. السيد أبو راشد من عمان، تفضل يا أبو راشد. حيا لك يا أخ محمد. حيا الله. الله يسلمك. أي أسمعك. طال عمرك بالنسبة حق المؤتمر الأخير المعقد. العراق اللي هي الدول هذه اللي كانت مشاركة في المؤتمر كلها. نعم. هي مشاركة في الدم العراقي من 13 عام، وبعض الأخوان المشاركين يمدحون بالسعودية وكذا. هو التدخل الأجنبي كان عن طريق السعودية وليس عن طريق دول أخرى. طال عمرك اللي اجتاحت الدول العراق هي الدول العربية، طبعا سمعت الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وبعدين كان اتفاق مبدئي بين وزير الخارجية الإيراني والأمريكي في جنيف سنة 1998. نعم. في احتلال العراق، كان متروس قبل 4 سنوات قبل احتلال العراق. طيب يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا، الله يعافيك. أبو راشد من عمان. تحدثنا قبل شوية مشاهدينا الكرام عن الاستثمار أو محاولة السعودية الاستثمار في القطاع الزراعي العراقي بنحو 1 مليون هكتار في باديتي الأنبار والسماوة غربي وجنوبي العراق. اعتبرت هذه الميليشيات اللي رفضت هذا الموضوع أنه الاستثمار السعودي الزراعي بمثابة استعمار جديد. هذا الموضوع وصف من قبل كثيرين أنه محاولة لحماية مصالح إيران في العراق التي تهيمن على أكثر من 60% من المنتجات الزراعية الموجودة في السوق المحلية منذ سنوات بمجموع تصدير تتجاوز قيمته 6 مليار دولار سنويا. حجم ما يسمى بالتبادل التجاري
بين العراق وإيران بحسب مصطفى الكاظمي وصل إلى 13 مليار دولار سنويا بين العراق وإيران، أغلبها عملية استيراد من إيران لمنتجات كثيرة، طاقة، كهرباء، نفط أقصد وغاز، ومنتجات غذائية، بضائع كثيرة طبعا، وألبسة وغيرها من هذه الأمور. إيران مستفيدة بشكل كبير جدا من السوق العراقية، لأن العراق سوق استهلاكية، وبالتالي إيران تقوم بتوزيع منتجاتها بشكل كبير جدا، والاستفادة المادية وصلت مثل ما قلنا 13 مليار دولار. العراق يشتري لا يبيع، وإن باع شيء يبيع النفط، ليست لدى العراق أي يعني إنتاجات أخرى. فإيران تعتمد طبعا على السوق العراقية بشكل كبير جدا في التصدير، ومثل ما قالوا أخوة عراقيين شاركوا معنا أنه هذا ليس من مصلحة إيران، هذه الميليشيات ولائية، ولائية لإيران، وبالتالي هي تخشى على مصالح إيران أولا قبل كل شيء، ووجود استثمارات عربية أو سوق أخرى منافسة لإيران في العراق، هذا الموضوع سيضر بالتجارة الإيرانية، وبالتالي ليس من مصلحة إيران أن تتواجد شركات أخرى، خاصة قطاع الزراعة اللي تغزو الآن إيران بمنتجاتها الغذائية وخضرواتها وفواكهها السوق العراقية بشكل كبير، وتبيع أرخص من المنتج الوطني العراقي، وبالتالي يكون هناك إقبال طبعا بالنسبة للعراقيين، خاصة مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة في العراق، وهو ما يدفع العراقي إلى التوجه إلى أرخص الأثمان. السيد صباح من بغداد، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا الموضوع، يعني الشركات المستثمرة اللي تستثمر بالعراق، وإحنا نعرف من اللي منعهم من 2004 تقريبا ولحد الآن، يعني منعهم هو حزب الدعوة وتمنعهم الأحزاب، لأن كلهم تابعين إلى إيران. نعم. فما يريدون العراق ينهض من جديد، ولا يريدون يقوون البنية التحتية، ولا يقوون أي مجال وزارة من زراعة، من كهرباء، من صناعة، ما يفيدهم هذا الموضوع، وما يخدمهم مصالحهم، ولا يخدم حتى المشروع الفارس اللي هم جاي يطبقونه من 18 سنة. نعم. الدليل على كلامنا كل قطاعات الدولة كلها معطلة عمد، يعني الوزير من يجي يستلم ما باله أن يخدم البلد، ولا مسموح له أن يعمر، ولا مسموح له أن يديم أي مصنع قديم ويعيد ترميمه ويعيده للخدمة. كل المصانع الموجودة تم تعطيلها متعمدين، ليش؟ حتى يصير الملجأ الأول والأخير هي جارة السوق إيران، في سبيل نستورد من عندها ويخلي اقتصادها ينتعش، وهذا هذا ما موجود. والإيران هي تمر بأزمة اقتصادية، هاي الأزمة الاقتصادية العراق ساندها بها، هاي الأحزاب الحاكمة تريد ترد الجميل لهم من حزب دعوة وبدر والميليشيات الولائية والصدريين ومقتدى الصدر، وكلهم يريد يردون الجميل إلى إيران في سبيل إحنا ما نظل يعني ما نصير بلد إنتاج، يعني ننتج، إحنا بلد مستهلك. سيد صباح، سؤال لو سمحت، يعني هذه الأحزاب الموجودة بالسلطة تروج في برامجها ودعاياتها الانتخابية إلى العراق المزدهر، حنحميكم، حنوفر لكم فرص عمل، وكل هذه الوعود اللي شبع منها المواطن العراقي طيلة 18 سنة أو من 2005 تحديدا. طيب، هذه المحاولات من بعض الدول إن كانت عربية أو غير عربية في الاستثمار في العراق ستوفر فرص عمل للعراقيين، ستقدم خدمة بشكل أو بآخر للكثير من العراقيين، شباب، خاصة فئة الشباب. إذا كانت هذه الأحزاب فعلا مثل ما تقول أنه هي تسعى إلى عراق مزدهر، لماذا تحارب هذه الفرص أو المحاولات من بعض الدول أو شركات للاستثمار في العراق؟ طبعا الأحزاب الحاكمة ما تريد أي دولة عربية أو أجنبية تستثمر بالعراق، لأن يعرفون بهذا الموضوع. إذا جت مثلا، خلنا نفرض على سبيل المثال، مثلا السعودية هي جارة إلى الصحراء الغربية، وتقدر تستثمر في قطاع الزراعة وقطاع حتى أي مجال، قطاع الكهرباء، لأن يعرفون نفسهم إذا جت السعودية راح تشتغل بصورة صحيحة، راح تسوي مشاريع حقيقية، راح تسوي مصانع، راح تشغل يد عاملة، راح يطلع العيب بيهم هاي 18 سنة ما وفرهم فرص عمل في جنوب العراق. وإحنا نعرف أغلب الشركات النفطية إن اللي جاي يشتغل ويديرها أي بعاملة أجنبية. صحيح. والدليل هاي المظاهرات اللي صارت، أهالي البصرة والناصرية طلعوا خرجهم، ما عندهم لا شغل ولا عمل.
يعني ماكو اي فرص عمل لهم، فالدولة ما جاي تعمل على توفير فرص عمل للعاطلين والخريجين. الدولة جاي تكسر في كل فواصل الدولة. فأي شركة سواء إماراتية أردنية ألمانية غيرها من تجي تستثمر في العراق راح يبين العيب بيمن، العيب بالحكومة والميليشيات الموجودة واللي عندها مكاتب اقتصادية. وإحنا نسميها بالعامة تأخذ خاوة من أي شركة تجي. طيب يعني تذكر حضرتك العراق اذا ما تدفع للميليشيات الولائيه، تذكر المشكله اللي صارت في العراق على انفسهم والعاملين عند شركتهم. نعم. ما يقدر يجون بوضع عمني مزري. طيب الاحزاب تسعى الى التوجه الى دول مثل الصين على سبيل المثال بالاستثمار في العراق او ايران بشكل اخص. طيب ما يثير هذا الموضوع لدى العراقيين، أو يعني ما تفهم هذه الميليشيات أو هذه الأحزاب أنه هذه المواضيع والضغط على دول بعينها خاصة في ظل تاريخهم المعروف المشهود له بالفساد والجرائم، ما يثير بنفوس العراقيين الشكوك حول هذه الدول مثل الصين مثل إيران اللي تضغط الميليشيات حتى تستثمر في العراق؟ ما تفهم هذه الأحزاب أنه العراقيين وعوا عن السابق وصاروا يفهمون الأمور على حقائقها ويفهمون أنه هذه المحاولات لتمرير صفقات فساد أو رشاوة أو غيرها؟ طبعا الشارع العراقي كله فهم أن الحكومة يعني جاي تشتغل على مصالحها، هي مصلحتها مع منه سياسيا واقتصاديا مع إيران، بقاهم مرتبط بدولة إيران، فجاي يعملون بكل جهد يعني حتى في سبيل ما يصير انهيار للحكومة الإيرانية. ويمررون المشاريع اللي مأيدتها حكومة الملالي مثل طريق الحرير وغيرها. لكن الشارع العراقي الآن وعى كل هاي الخربطة الموجودة بالعراق، وان الموضوع مفتعل، ان عدم الاعمار وعدم الاستثمار في العراق انه مفتعل من قبل حكومة حزب الدعوة، وما يريدون العراق يزدهر وينهض من جديد مثل ما قلت لك. يعني فالشارع العراقي الان ما يختلف عن قبل 3 سنوات واربع سنوات وعشر سنوات، الان اكو خطوط حمر كلها نداس عليها من خلال ثورة تشرين والتشرينيين، مثل المراجع الفاسدة، مثل مقتدى قبل ما حد يقدر يتجاوز عليه، حاليا الان اللي يرشحون، واحنا شفنا بالناطرية تم تمزيق الصور وحرق الصور للناخبين لان قناعة ماكو بكل الطبقة السياسية نعرفها، طبقة ما جدتي تبني ولا تعمر جدتي تخرب، والدليل ما اكو شركة محترمة من كل الشركات العالمية جت استثمرت بالعراق. ليش؟ مو شغلة الوضع الأمني، لا هم نفسهم حاميها حراميها الحشد الميليشياوي هو ما يسمح للشركات الأجنبية الاستثمار بالعراق، هو يريدون العراق معطل والناس ما تشتغل والناس عقولها مغيبة، ما يخدمهم من العراق إنها. فالأحزاب الحاكمة بقاهم من بقاء هذه الوضعية التعبانة والملف الأمني مزري والاقتصاد متدهور وعمل ماكو غيره، يقول لك ها هي خليهم مغيبين مهجرين بالسجون، المهم هم يبقون يصارعون على الكتلة الأكبر وعلى كرسي رئاسة الوزراء وها هي. أما المواطن العراقي وشركات أجنبية تيجي تعمر وتبني ماكو ولا نفط، احنا عندنا مليانة الأراضي كلها نفط في جنوب العراق، وأعطي نفط للشركات وخلي يستثمرون. لكن ما هذا العامري أبو فدك أما المالكي ما يسمحوا لهم. قيس الخزعلي مقتدى الصدر ليس من مصلحتهم يعني. شلون يعملون؟ طيب وما يسمحوا لهم يعملون في سبيل يعني إيران ما تقبل، ولا يخلون حتى الدول العربية مثل السعودية وغيرها تستثمر في العراق، ما يسمحوا لهم. ورادهم صارت أكثر من مرة انفتح موضوع أن السعودية تستثمر في الصحراء الغربية بالأنبار، فما يسمحون، يقول لك شلون يبنون؟ طيب شلون الإقليم ازدهر هسه وكل العراقيين فرحانين بازدهار الإقليم وندعي لهم من كل قلوبنا، ما يريدون الأنبار أو بغداد أو أي محافظة في الجنوب تزدهر وتجي دول عربية تستثمر بصورة صحيحة. لأن هذا يصير العيب بيهم، أنتوا 18 سنة ما سويتوا وجدت شركة بنت من زراعة، من طورت الزراعة طورت الصناعة، ما يخدمهم هذا الموضوع. يعني المصنع إذا بنى أكيد راح يشتغلون بيه 2000-3000 عائلة عامل وكلهم عندهم عوائل، فهذا الموضوع ما يفيدهم أن يصير حركة بال السوق العراقي. سيد صباح أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. عندنا سيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ محمد، شنو السؤال مالتك الله يخليك؟ اليوم الموضوع سيد عبد الرزاق عن الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق. هناك محاربة من قبل أحزاب السلطة وميليشياتها لكل دولة
أو شركة عربية أو أجنبية تسعى إلى التواجد في العراق، يعني عندنا شركة سعودية وزارة الداخلية تعاقدت وياها لتمرير لتنظيم بيانات المرور والمركبات في العراق، وقبلها كانت أيضا هناك محاولة من السعودية الاستثمار في قطاع الزراعة بمليون هكتار ببادية الأنبار والسماوة. الميليشيات حاربت هذا الموضوع وتسميه خيانة وتسميه تهديد للأمن العراقي. ألا تعتبر هذه الأحزاب وميليشياتها خائنة وتهدد الأمن العراقي فعلا؟ ليش تحارب هذه الاستثمارات؟ أستاذ محمد، هذا عدة أسباب. نعم. السبب الأول، الميليشيات والفصائل والأحزاب الذيلية اللي تابعة لإيران عرفت كل زين بأنه شيعة العراق وعرب العراق رفضوا المسميات الطائفية. نعم. واللي رفضوا يعني الانتماء إلى الحزب الصفوي. نعم. حقيقة انتبهوله، والبركة بثوار تشرين اللي نقلوا صورة عن شيعة العراق وعرب. نعم. العراق بأنه انتمائهم عربي. فالأحزاب والميليشيات ما شافت الوضع مو مثل ما سابق بأنه الشيعة انتبهوا وعرفوا بأنه المسميات الدينية والكلام مالتهم الطائفي بعد هذا ما يعيروا لأي أهمية. نعم. فيحاربون أي فكرة أو أي تقدم العراق نحو أخوته العرب. نعم. وبالأخص الخليج. هذه أول نقطة. نعم. النقطة الثانية أستاذ محمد، الدول الخليج من ضمنها السعودية. نعم. هذه يعني هذول ما يقبلون الرشوة، فأولا العملة مالتهم قوية وما محبب عندهم الرشوة. فيقول لك احنا تجي هذه الشركات الخليجية، هذا احنا ما راح نستفاد من عدها او ما راح نتناصف وياهم بالرشوة. فهذه تنعكس عليهم، يعني ما راح يستفادون، فحتما يحاربون. يعتمدون عليهم على الشركات الضعيفة مثل الشركات الصينية، حتى على مود الاحزاب مالتهم وفصائلهم تتغلغل بين هذه الشركات. نعم. حتى يكونون يعني ولا هم كونوا امبراطوريات. يعني انت استاذ محمد تعرف كل زين، يعني من المعممين يعني زي عبد الرزاق. هناك اراء من عراقيين. نعم. واراء كثيره حقيقه تقول بانه هذه المحاولات. نعم. خاصه عندما تاتي من احزاب معروف ولاها علما أنه هذه خدمة لإيران. يعني بعض السياسيين يؤكدون أنه شركة سيمنز الألمانية قالت للعراق بأنه أنا بإمكاني أن أعمر لكم محطات توليد طاقة كهربائية تولد 1200 ميجاوات، تدفعون 200 مليون دولار وعلى أقساط. رفضوا من في السلطة هذه الأحزاب والميليشيات هذه الخطوة من سيمنز الألمانية المعروفة، وراحوا إلى إيران أخذوا نفس الكمية من الكهرباء 1200 ميجاوات، بس دفعوا بدل 200 900 مليون دولار. يعني هناك محاولات موجودة واضحة من هذه الأحزاب لتخدم إيران، لكن الوعود مالتهم بتحسين الأوضاع في العراق شلون حتتطبق وتتنفذ إذا هم دي يحاربون كل من يسعى إلى مساعدة العراقيين بشكل أو بآخر؟ بالنسبة للشعارات مال الأحزاب ووعودهم الكاذبة وبالأخص الأحزاب الإسلامية الشيعية. نعم. دولة ناس حقيقة يعني اثبتوا للقاسم الداني بانه ناس تبعية وولائهم مو لوطنهم. استاذ محمد دولة ولائهم لو هسه تجي شوف يعني قسم العتهم يعني على الانتخابات اللي راح تجي، يعني اطلق شعار وطنيين. زين اذا هو وطني، هو اصلا ايراني ابا عن جد ايراني. زين اذا هو وطني العد اني شنو انا السنغالي؟ ما معناته أستاذ محمد ذولا ناس. نعم. دجلة وكذابين. يعني أهم شيء عندهم إيران تستفاد، لا العراق ولا الشعب العراقي ولا أصلا
يعني يتمنون العراق يتطور ويتقدم، دول يحاربون العراق ويحاربون كل العراق استاذ محمد، انكسرت اللعبه مالتهم. وصلت فكرتك يحاربون. سيد عبد الرزاق انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركه. عندنا السيد ابو الحسن من بغداد، تفضل يا ابو الحسن. ابو الحسن حياك الله، نص صوت التلفزيون لو سمحت. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام. وحي قناتكم التي تنقل الحقائق في العراق كما هي. الله يسلمك، تفضل. حول استثمارات الدول الخليج او على راسها السعوديه والامارات. نعم. الو اسمعك بس نص صوت التلفزيون يا ابو الحسن. نعم. بالنسبة للاستثمارات أخي، إذا أكو هناك ميليشيات مسلحة أي. ترفع السلاح على العراقيين، كيف الشركات العربية والأجنبية أن تقدر تعمل بين هذه الميليشيات المسلحة اللي 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 داخل العراق مستثمرين عراقيين يرفعون عليهم السلاح؟ أنا هجت إلي نعم. من هذا الاستثمار أو من هذا المشروع. كل الأحزاب عندها ميليشيات مسلحة والآن تعبث باقتصاد العراق واستثمارات لا. العراق ما يريدون أنه بلد ينبني، ما يريدون أنه دولة عربية أو دولة أجنبية أن تخدم العراق لا. لأنه الميليشيات تخدم النظام الإيراني لا. حتى يقوون اقتصاد إيران به، لأنه يريدون استثمار إيراني يجي للعراق وبالتالي حتى يقوون اقتصاد إيران. نعم. هم أبناء إيران مو أبناء العراق. وإحنا نعرفهم كل الأحزاب السياسية والأحزاب الدينية. نعم. اللي مسيطرة على الوضع الاقتصادي والاستثماري والمشاريع هي تابعة لإيران. فكيف تخلي إنه شركات أجنبية ومن ضمنها شركة سيمنز وشركات سعودية وإماراتية أنه تستثمر بالعراق؟ نعم. لأن هنا يريدون إيران هي تستثمر، وبالتالي حتى سرقة أموال العراق ويبقى وضع العراق على هذه الشاكلة. طيب. لأنه بسبب السياسات الرعنة لهذه الأحزاب الإسلامية وجايين يدمرون ما جايين يبنون. نعم. هم ما بعد الاحتلال كل الحكومات من 2003 ولحد الآن ما بنوا شيء للعراق ولا بنوا شيء للعراقيين. أبسط شيء الكهرباء، خدمات الصحية، التعليم. الآن التعليم أخي، التعليم صار بأموال بفلوس شركة قام يبتعون مدارس وكليات الأحزاب الدينية، الأحزاب السياسية اللي على سدة الحكم اللي مسيطرة على القرار السياسي والاقتصادي. هم هذول أساساً جوي يدمرون العراق. وصلت فكرتك سيد أبو الحسن من بغداد، أنا أشكر حضرتك. ويانا السيد كيان من بغداد، تفضل يا كيان. ألو السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي تحية طيبة لك وللكادر الطيب ولهذه القناة الطيبة. حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ محمد. تسأل السؤال قبل شوية أحد المتصلين، قلت له هل مصطفى الكاظمي يصلح رئيس وزراء؟ لا ما يصلح. مصطفى الكاظمي جاي على بيت مهجوم، جاي هجمه العراق. نعم. هجموه هجم. نعم. جاي هجمه حارس، بس مو حارس امين. لا مو امين، جاي يهجم. اكو حارس امين. نعم. هذا مو حارس امين، جاي هجمه ويوافق على كل شيء يقولوا له، يوافق يوقع، يعني اعتبره روبوت. نعم. روبوت يتحرك كيفه مو بكيفه. هاي وحده. النقطه الثانيه استاذ محمد، احنا معاناتنا فصل الدين على السياسه. يا اخي انت ابو عمامه، انت بكانك الجامع، السياسه بها كذب، بها نفاق، بها حيله، بها انتلقات. الدين ما بي، انت مو تقول انا ابو دين. الدين ما بي لا انتلقات لا حيله لا كذب، كل شيء ما بي. الدين اسمى شيء بالوجود نزله الله سبحانه وتعالى. سيد كيان، سؤال سريع لو سمحت. نعم. حتى استثمر الوقت وياك لان الوقت حيخلص. اكو عندي سؤالين. نعم. السؤال الاول لمواطن عراقي شارك قبلك، طالب. نعم. الدول العربية الخليجية بالأخص والعربية بشكل عام أن تقطع علاقتها مع هذه الحكومة وأن لا تعترف بمن يوجدون في المنطقة الخضراء من أحزاب وميليشيات، لأن هؤلاء أثبتوا أنهم تابعون لإيران ومخربون ومضرون للعرب. هل تعتقد بأن الدول العربية ستسمع هذه النداءات من العراقيين؟ والله أنا أضم صوت الصوت، ومو بس الدول العربية، للكرة الأرضية كلها تسحب سفراها من العراق. نعم. وتقاطع هاي الحكومة
منقطعه نهائيه. وسبب ترى بالمناسبه استاذ محمد سبب دمار العراق ايران وامريكا شيء واضح للعيان، يعني مو شيء غريب وعجيب. طيب شيء معروف يعني. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، احد الاخوه ارسل رساله ابو محمد من بغداد يقول: من يعقد الامل بالكاظم الى الخلاص فهو واهم، منذ ان وقف على المنصه في استعراض الحشد في ديالى يؤدي التحيه لهم وهم يهتفون خميني وخامنئي، اثبت انه ليس الا لعبه بيد الميليشيات. اللي هو لعبه بيد الميليشيات، كيف يمكن ان يضمن امن وسلامه المستثمرين الاجانب او العرب في العراق باختصار؟ استاذ محمد، اول شيء الضرب بالميت حرام، والنقطة الثانية خلي يضمن سلامته هو، مو سلامة المستثمرين. نعم. يضمن سلامته. أي. يلا يضمن سلامة المستثمرين يا أستاذ محمد يا حبيبي. طيب. هذولي اجوا تأسسوا النهب وسلب خيرات العراق، حتى مو بس تلبوا خيرات العراق، أرواح الناس تلبوها. وأنا أشكرك وأشكر قناتك. شكرا جزيلا سيد كيان من بغداد. مشاهدينا الكرام، وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.